هانذا أعود إليكم مجدداً مشاهدي الكرام عبر شاشة القاهرة الإخبارية. هذه المرة العالم ينتخب وليس فقط أمريكا تنتخب. تصوروا أمريكا وحدها لها نصف ساعة، العالم بأسره له نصف ساعة لكي تعرفوا كم هي مثيرة الانتخابات الأمريكية، تستحق نصف الوقت والعالم كله يستحق النصف الآخر. في حلقة الليلة نستعرض نتائج الانتخابات الرئاسية في السنغال التي فاز فيها مرشح المعارضة والذي لا يملك تاريخا سياسيا طويلا على الإطلاق، فاز بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات في داكار. من القارة السمراء نذهب إلى تركيا حيث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية التي سترسم ملامح مستقبل تركيا لسنوات مقبلة. البداية مع القارة السمراء إفريقيا وتحديداً من السنغال، حيث مثل فوز باسيرو ديوماي فاي بمنصب الرئاسة حدثاً فارقاً في البلاد. فالرجل حديث العهد بالسياسة وهو رجل لم يتولى من قبل أي منصب رسمي على الإطلاق، فاز بانتخابات الرئاسة بفارق مريح عن أقرب منافسيه. كما تعد هذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عن فرنسا عام 60 التي يفوز فيها أحد المرشحين بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. وقد حسم باسيرو ديوماي فاي الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بعدما تفوق على كافة منافسيه، حيث أفادت محكمة الاستئناف في داكار بحصول ديوماي فاي على أكثر من 54% من الأصوات، بينما حصل مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با على 35%. بذلك سيصبح ديوماي فاي خامس رئيس للدولة وسيواجه العديد من التحديات، بالطبع منها تعزيز ثقة الشباب الذين شكلوا غالبية الأصوات التي أيدته، إلى جانب أزمة البطالة التي وصلت إلى 19.5% في الربع الثالث من العام الماضي. يشرفنا الآن من داكار مشاهدي الكرام البروفيسور عبد الرحمن كان الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية. بروفيسور عبد الرحمن، ما هي مشاعر الشعب السنغالي الآن فيما يتعلق بنجاح هذه الانتخابات، فيما يتعلق بما أسفرت عنه هذه الانتخابات؟ شكرا جزيلا على الاستضافة تحية للمشاهدين. بداية نقول بأن دولة السنغال الآن تعيش أجواء رائعة جدا، أجواء ديمقراطية، أجواء تستعيد السنغال من أجل تجديد سيادتها الوطنية عبر هذه الانتخابات التي في الحقيقة تمت بمشاركة شعبية واسعة، مرت بعدة مراحل محورية بدءا من الرعاية الانتخابية وصولا للاختراع، ومعترتها كذلك من تأجيل وحوار وطني، ومع ذلك لم تخلو هذه العملية من التحديات، وكانت في الحقيقة الشفافية والنزاهة كانت في صلب المخاوف الرئيسية خلال هذه الانتخابات. مع ذلك تجاوزت دولة السنغال هذه التحديات وأصبح
بهذه الطريقة عاد لنفسها السيادة الديمقراطية التي كانت معروفة بها منذ زمن بعيد، حيث عرفت دولة السنغال بدولة منذ الاستقلال لحد الآن. يوجد هنالك تناوب رئاسي بشكل سلس، يعني بدأ من سنغور إلى عبد الجوف، ومن عبد الجوف إلى عبد الله وات، وعبد الله وات إلى متسل، وحاليا نرى متسل سيعطي هذه الرئاسة لخليفته بشير جوماي فاي. ورأينا اليوم بأن مشاعر الشعب السنغالي مشاعر جميلة ورائعة حين رأوا بشير جوماي فاي خليفتهم في يستقبله الرئيس في القصد الرئاسي مع كذلك الزعيم عثمان سونكو. فيرينا أن السياسة كان هنالك نوع من النكبات ونوع من الصعوبات ونوع من التحديات ونوع من المعارضة، ولكن كل ذلك انتهت بحنكة سياسية وبعزيمة وطنية عادوا إلى تحقيق هذه السعادة، حيث رأينا أن النتائج الأولية للانتخابات قد تم في الحقيقة بالأمس ذكرها من محكمة الاستئناف على أن بشير جوماي فاي فاز بنسبة 54%. فهذا الفوز بأغلبية تزيد عن بقرابة 54% من الأصوات تشير إلى تحول كبير في مشهد السياسة السنغالية. هذا التفوق الواضح لجوماي فاي على منافسي أحمد با ممثل الحزب الحاكم يعكس لنا رغبة الناخبين السنغاليين في التغيير والتجديد السياسي والاقتصادي. لكن بروفيسور عبد الرحمن، ألا توجد فئات من بين الشعب السنغالي تشعر بالقلق لأن الرئيس المنتخب شاب قليل الحنكة السياسية، لم يشغل منصبا رسميا في حياته قط، ألا يمثل هذا؟ بلا شك يوجد نوع هذا النوع من المخايف حينما ترى أن ممثل الحزب الحاكم أحمد با يحصل على 34%. هذه النسبة ليست بنسبة قليلة وبسيطة. هؤلاء الذين حاولوا أن يختاروا ممثل الحزب الحاكم في الأكيد يوجد فيهم نوع من القلق تجاه ربما مشروع بشير جوماي فاي مع زعيم عثمان سونكو، ولكن كل هذه المخاوف بالإضافة إلى كون بشير جوماي فاي يعني فقط عمل في مفتشية الضرائب لمدة 15 سنة ولم يستقل له أن حصل ربما على حقيبة وزارية أو عمل في ربما في إدارة عليا في الوزارات، فقد تكفيه هذه الخبرة فقط بداية الدورة. يوجد هناك نوع من القلق، ولكن من عرف دولة السنغال وعرف مؤسساتها يعرف على أنه إن استطاعوا أن يواصلوا بفكرة الوفاق الوطني والتعاون مع جميع الأطراف المعارضين وغيرهم سوف يكسبون الثقة والعمل من أجل تجديد دماء الإدارة هنا على مستوى السنغال. وكل ذلك لا يتم إلا بالتوافق والتفاهم والعودة إلى المسار الصحيح للسنغال، لأن السنغال دولة السنغال المواطنين كلهم من فئة واحدة. يعني جرت الانتخابات ومضت وانتهت وكل الناس يعودون إلى البيت السنغالي من أجل العمل ومن أجل فهذه المخاوف في الحقيقة ربما سنرى بوادرها، لكن نتمنى أن يتم تجاوزها يعني بشكل كبير وبحين. دكتور عبد الرحمن، قل لي أرجوك وأرجو ألا تعتبر ذلك نوعا من الحسد، لدينا في اللغة العربية ما هو أرفع شأنا من الحسد اسمه الغبطة، نحن نغبط السنغال على هذه الديمقراطية الناجزة القادرة على تجاوز العوائق، لكن ما الذي نجا بالسنغال سيدي من مصائر أقل لم ترحنا يعني في القارة الإفريقية، انقلابات عسكرية إلى آخره، ما الذي جعل السنغال محصنة ضد ذلك؟ الحقيقة الذي جعل السنغال محصنة ضد ذلك هو الأرضية السياسية للسنغال. نحن رأينا أن السنغال في الحقيقة في الأزمة الماضية مرت بحوادث خطيرة جدا، لم يكن أحد يتصور بهذا السيناريو الذي وصل إلى دولة السنغال. المعارضة تأتي في انتخابات نزيهة، معارضة يعني تم سجن كثير من أصحابها، وتم كذلك الخروج في مظاهرات متعددة بسيناريو خطير جدا. يعني رجع السنغال إلى المسار الصحيح والديمقراطية.
رأينا ربما في مؤخرتي أن ماكيسال حاول أن يستعيد للدولة سيادتها وأن يستعيد أيضا كذلك الديمقراطية وأن يخرج هو أيضا كذلك من أوسع أبوابها، فاستطاع أن يأتي بحكومة جديدة قبل الانتخابات ربما ب15 يوم، حكومة جديدة جعل الوزارة الداخلية مختار السيسي والذي استطاع أن ينظم هذه الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة. ففي الأخير ندرك على أن رئيس ماكيسال أدرك على أنه يلزم عليه أن يحافظ على الحس الديمقراطي للسنغال ويتجاوز كل ما مضى من المخاوف ومن أيضا كذلك المعارضات، وقد بدأ بهذه الخطوة بقانون العفو الذي تم تصويتها على مستوى مجلس البرلمان، وعلى إثرها خرج بشير جمعة من السجن مباشرة إلى القصر عن طريق أصوات الشعب. والله بروفيسور عبد الرحمن، دول إفريقية كثيرة تغبطكم على هذه التجربة الناجحة بكل المقاييس ديمقراطيا، ونتمنى أن يعقبها النجاح اقتصاديا أيضا في السنغال الصديق. شكرا جزيلا لسعادة البروفيسور عبد الرحمن كان، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية الذي شرفنا من دكر. من إفريقيا إلى تركيا، حيث تنطلق الانتخابات المحلية يوم الأحد المقبل. هذه الانتخابات التي يشارك فيها 34 حزبا سياسيا وسط منافسة قوية، حيث تجرى الانتخابات بعد عام من الزلزال المدمر، كما تأتي بعد 10 أشهر من فوز رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية وحصول حزبه الحاكم العدالة والتنمية على الأغلبية في البرلمان وخسارة حزب الشعب الجمهوري. الآن ينضم إلينا من أنقرة الزميل عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية هناك. مرحبا بك عمر، كنت أحب أن أسألك بالأمس لكن الوقت كان قد انتهى، كيف يتعايش المواطن التركي مع أجواء هذه الحملات الانتخابية التي تطرق رأسه ليل نهار؟ هل المواطن التركي مهتم يا عمر؟ مساء الخير محمد. في الواقع الغالبية العظمى من المواطنين الأتراك حسب لقاءاتنا معهم أصبحوا يعني يملون هذا النوع من الحملات الانتخابية ويملون الانتخابات أصلا. المواطن التركي مرهق من الانتخابات ومرهق من الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لأنه حسب ما يقول بأن رغباته لم تتحقق ولن تتحقق. حسب ما يقول المواطن التركي بأنه فقد الأمل من إصلاح حاله ضمن صندوق الانتخابات، رغم أن هذه هي الطريقة الديمقراطية، وهو يعني يعترف ويريد استمرار هذه الطريقة الديمقراطية، ولكن الخيارات التي توضع أمام المواطن التركي أصبحت يعني غير لا تجد الحلول الكافية والشافية التي يريدها. على سبيل المثال، المواطن التركي في انتخابات مايو الماضي كان يعاني من المشاكل الاقتصادية، وكذلك انقسم ما بين الذهاب إلى تغيير سياسي وما بين تأييد الحكومة، حكومة حزب العدالة والتنمية. في النهاية استقر على تأييد الحكومة، ولكن الحكومة، حكومة العدالة والتنمية والبرامج الاقتصادية التي طبقتها حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم لم تجلب النتيجة التي كان يمني النفس بها المواطن التركي. لذلك هناك حالة من التململ حقيقة في كل انتخابات تركيا. تركيا معروفة محمد بأنها المواطن التركي يذهب إلى صندوق الاقتراع بشكل كثيف، حوالي 85% تكون نسبة المشاركة، ولكن الكثير من استطلاعات الرأي اليوم في تركيا تقول بأنه حتى قبل آخر 3 أيام من الانتخابات
الذين لم يحسموا قرارهم بعد إلى أي مرشح سوف يصوتون نسبتهم حوالي 20%، أي أنهم الحزب الثالث الأكبر في تركيا، وهذا هذه النقطة خطيرة بالنسبة للكثير من المحللين السياسيين الذين يرون بأن هذه النسبة في حال خلال اليومين القادمين لم تتحلحل ولم تنخفض هذه النسبة، فإن أولا الحصول على نتيجة متوقعة غير ممكن، وثانيا نسبة المشاركة في الانتخابات وهي التحدي وهو التحدي الأكبر لكل المرشحين، نسبة المشاركة في الانتخابات قد تكون ضئيلة ولا تتماشى مع المشاركة التي يبديها المواطن التركي في كل انتخابات، كما ذكر حوالي 85%، ولكن يتوقع في هذه الانتخابات أن تنخفض هذه النسبة إلى قرابة 80% على الأقل، وهذا يعني خلط. دعني أقول لك يا عمر إنه السياسية أيضا إن 80% نسبة مشاركة نسبة تفخر بها أي ديمقراطية في العالم، لكن كما تفضلت أنت هي تقل بحسب التوقعات نظرا للتململ الذي استفدت في شرحه. وبناء على هذا التململ يا عمر، هل يمكننا أن نتوقع إنه الحزب الحاكم والرئيس إردوغان سيدفعان ثمن هذا الملل الذي يضرب كبد المواطن التركي؟ التوقعات بشكل كبير جدا هي في هذا الاتجاه حقيقة محمد. معظم المراقبين والمحللين والخبراء الذين التقينا بهم خلال اليومين الماضيين يؤكدون لنا بأن سير هذه العملية الانتخابية وهذه الانتخابات ربما تذهب إلى فعلا يعني وضع حد لعدم يعني عدم وضع أهمية لرأي المواطن أو لطبعا أهمية صوت المواطن، ربما يدفع حزب العدالة والتنمية ثمن هذه النقطة التي جاء بها خصوصا على الوضع الاقتصادي. على سبيل المثال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم قال في خطابه في ولاية بورصة، قال بأنه عندما تنتهي هذه الانتخابات سوف يفكرون و كحكومة حكومة العدالة والتنمية بإعادة مناقشة وضع المتقاعدين ورواتبهم في شهر يوليو المقبل. لذلك هناك حالة تململ، لأن المواطن التركي لم يعد أي شيء يقنعه إلا الحلول الملموسة والمباشرة والتي تنفذ اليوم قبل الغد. بالنسبة للمعارضة أيضا الوضع ليس بمختلف كثيرا، لأن المواطن التركي الذي يؤيد المعارضة أصبح يعني لا يتمنى الكثير أو لا يربط نفسه بحلول إعجازية قد تأتي من المعارضة، لأن وضع المعارضة أيضا واضح، وكل ما يمنيه النفس للمواطن التركي الذي يؤيد المعارضة هو أن تبقى على الأقل نقطة المنافسة ما بين المعارضة صحيح. وما بين حزب العدالة والتنمية، وإلا كيف يمكننا أن نزعم أنها ديمقراطية إن انتفت المنافسة؟ يا عمر نعتمد على دأبك كي ترصد لنا هذه الانتخابات التركية الساخنة التي يتوقف عليها الكثير فيما يتعلق بالديمقراطية التركية. أشكرك شكرا جزيلا عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة. إذن مشاهدي الكرام، ونظل مع الانتخابات المحلية التركية الحاسمة التي ستقام في 31 من الشهر الجاري في جميع الولايات التركية، إلا أن بلدية إسطنبول كما قلنا لكم مرارا وتكرارا تعد هي الأهم لما لها من قيمة سياسية كبرى. وبحسب الهيئة العليا للانتخابات في تركيا يحق ل 61,441,882 ناخبا يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات التي ستجرى الأحد المقبل. استحقاق انتخابي مهم تشهده تركيا، حيث سيتوجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رؤساء البلديات والإداريين في انتخابات محلية
سترسم إلى حد كبير ملامح الخريطة السياسية في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة. انتخابات تحظى بأهمية كبرى من جانب الحكومة والمعارضة في تركيا على حد سواء، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ومن ورائه الرئيس رجب طيب أردوغان لاستعادة السلطة في المدن الرئيسية التي خسرها في الانتخابات البلدية قبل 5 سنوات. في المقابل تتطلع المعارضة التركية لاستعادة مكانتها وتوحيد صفوفها بعد التملل الذي أصابها في أعقاب الهزيمة في انتخابات الرئاسة العام الماضي، حيث سيمنحها الفوز في بلديات المدن الرئيسية الأمل على التوحد من جديد واستعادة ثقة الناخبين، ما يمكنها من الاستمرار في منافسة العدالة والتنمية في كافة الاستحقاقات المقبلة. وينظر الأتراك بصفة عامة والسياسيون منهم بصفة خاصة إلى اسطنبول على أنها ساحة المعركة الرئيسية في تلك الانتخابات، حيث يسعى كل طرف من المتنافسين للفوز برئاستها من خلال شحذ همته وحشد أنصاره عن طريق عرض البرامج والوعود البراقة. وبعدما شهدته الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت عام 2019 من فوز المعارضة بعد توحيدها في بلديات العاصمة أنقرة واسطنبول، قام الحزب الحاكم بتكليف مراد كروم وزير التحضر والبيئة السابق بخوض الانتخابات ضد رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أغلو ممثل حزب الشعب الجمهوري، ما ينذر بمنافسة انتخابية شديدة. وسيواجه كلا المرشحين الرئيسيين مراد كروم وأكرم إمام أغلو ممثلي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري منافسة من المحتمل أن تخصم من رصيد كليهما، حيث يمثل ظهور حزب الرفاة الجديد على الساحة تحديا لمرشح العدالة والتنمية وانتقاصا من قاعدته الشعبية في المدينة. في المقابل وبحسب المراقبين يمثل طرح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مرشحين في تلك الانتخابات ضربة قوية لإمام أغلو، حيث منحته أصوات الأكراد في انتخابات 2019 ميزة نسبية في مواجهة مرشح العدالة والتنمية آنذاك، ما مكنه من الفوز برئاسة بلدية اسطنبول. فليكن عامنا هذا مشاهدي الكرام عاماً ملؤه الديمقراطية والانتخابات بأقل قدر ممكن من الحروب والصراعات. إلى اللقاء.